مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة وعبادة وحياة معكم في الشهر الفضيل. ما زلنا نتابع جميع العادات التي نمارسها والعبادات التي نمارسها في هذا الشهر الفضيل وتأثيرها على حياتنا. معنا في هذه الحلقة ضيفنا العزيز الدكتور مصطفى حامد أولو، المتخصص في الأمراض الباطنية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم. يعني هذه المرة نحن نتحدث عن أشياء ربما يعاني منها معظم الشباب، دعنا نقول، لأن الشباب الموضة كما يقولون هي السهر بالليل في فترة الصيام، هو ننام معظم النهار، وخاصة لمن أنهى الدراسة ونحن في أواخر العام، يعني وهذا يغير الساعة البيولوجية وله تأثير أيضا على الصحة وربما على الوزن. جميع المشاكل تبدأ من هذه النقطة تحديدا كما يقولون. صحيح. هل تغيير الساعة البيولوجية فعلا له كل هذه التأثيرات على صحة الإنسان؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى في كتاب العزيز: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. إذا القاعدة الأساسية في ديننا الكريم أن الليل هو لباس، هو للنوم، استراحة للنوم، للاسترخاء، لتجميع الطاقة. صحيح. من أجل اليوم الثاني، والنهار هو المعاش والكد والنشاط والهمة والعمل والإنجاز. ونحن يعني رأينا الانتصارات والغزوات وكلها كانت في عز الصيام في شهر رمضان. فشهر رمضان ليس لأن نقلب الآية ونسهر طول الليل ونحول النهار إلى نوم وننام حتى قبل الإفطار ونضيع الصلوات، ومن ثم نفطر على ثلاث تمرات اتباعا للسنة وقد أضعنا الصلاة. هذه ليست من يعني طبيعة وجوهر والرسالة التي أراد الله أن يعني تصل لكل إنسان، لأن شهر رمضان هو شهر تعبد، لذلك يجب أن يكون هناك نشاط. كيف نستطيع يعني أن نصوم ونحقق هذه العبادة ونحقق أيضا الفائدة من هذه العبادة؟ هو باتباع الطرق الإيمانية والطرق الصحية صراحة. لذلك هذا يقودنا إلى أن يجب أن ننظم الغذاء المتوازن، وأن ننظم الساعات أيضا المتوازن، وأن نهتم يعني نهتم بالغذاء ونهتم بالنوم ونهتم بالرياضة، خاصة أننا نحن نتكلم عن ليل قصير، هناك صلاة التراويح وهناك صلاة الفجر وهناك السحور. لذلك يجب أن يعني يكون هناك تركيز صراحة وتنظيم لهذا الوقت بشكل يناسب، طبعا يناسب كل شخص. يعني إذا كان الشخص يستطيع أن يؤخر دوامه بالصباح، نستطيع أن نتكلم عن ساعة بيولوجية تختلف عن الموظف الذي مضطر هو أن يذهب إلى الدوام في ساعة محددة. النساء التي يعني لا تعمل موجودة في البيت، ممكن أن تنظم ساعتها بشكل يحقق الصحة الجسدية ويحقق العبادة في خلال في الليل وفي النهار. نعم صحيح صحيح. طيب نبدأ من يعني العبادات ولها مكانها ولها يعني أصولها التي يجب أن تمارس عليه. فللصوم آداب وللصلاة آداب، وأيضا مواقيت يجب أن تراعى التأدية فيها، ولكن النوم وهذه الأشياء التي يعني جعل يعني حتى إن قلنا أنها في أيدينا غالبا ما لا نجيد استخدامها في هذا الشهر الفضيل. بعضنا يريد أن يعظم من الاستفادة من الليل، ليس فقط من أجل اللهو أو المسلسلات. نعم. كما في رمضان، ولكن أيضا من أجل التعبد. صحيح. يعني كيف يمكن أن تمارس هذه الأشياء الروحية الجميلة؟ نعم. دون أن تؤثر سلبا علينا. صحيح. اليوم الإنسان في الحالة الطبيعية يحتاج إلى ساعات من النوم. هذه الساعات من 6 إلى 7 إلى 8 ساعات، عادة 7 ساعات تكفي الإنسان الصحيح الذي يعني يريد أن يعني يحقق يعني راحة من خلال النوم. 7 ساعات كافية. طبعا هذا موضوع طويل، يعني يقود إلى كيف نحقق النوم المريح، ويعني هناك أمور كثيرة تتعلق بهذا الأمر، لكن نقول نحن نتكلم عن شهر رمضان وساعات قليلة، لذلك يجب أن يكون هناك ساعات من النوم خلال الليل مهما كان الوقت قصير، فلذلك يجب أن تكون هناك ساعات من النوم. من أجل أن يستطيع الإنسان أن يحقق قسطا من الراحة وساعات من النوم، يجب أن تكون وجبة الإفطار وجبة متزنة، ونبتعد عن الطعام الذي يسبب التخمة ويسبب عسر الهضم ويسبب الغازات ويسبب
أيضا يعني كثير من المشاكل، بحيث أن تمنع هذه الوجبة الإنسان من أن يستطيع أن ينام حتى السحور، وتأتي وجبة السحور ولا يستطيع النوم، فمن ثم مضطر أن يذهب إلى العمل بدون أن يأخذ قسطا من الراحة، يكون طول اليوم هو خامل كسول غير منتج، يؤثر على أيضا حالته الاجتماعية والوظيفية خلال النهار. لذلك الوجبة الإفطار المتزنة هذا أولا مهم، ومن ثم صلاة التراويح، ومن ثم نحن ننصح بأن يكون هناك نوع من الرياضة، نوع من المشي على الأقل لمدة يعني 20 دقيقة. ودائما أنا أقول عن أن هذا الأمر هو السهل الممتنع، هو بمتناول الجميع، كلنا يستطيع أن يقوم بهذه الرياضة وهذه الحركة، يكفي أن يكون هناك إرادة وقرار. صحيح. أنت تختار المسجد الذي تصلي فيه التراويح بعيدا عن مكان سكنك وتمشي إليه، تمشي إليه، تكون قد حققت هذه. صحيح. لماذا نقول الرياضة؟ لأنها تحقق نوع من الالتزام في الجسد، ونستطيع أن نعتمد عليها للنوم. صحيح. هذه هي النقطة المهمة التي سوف نتابعها معا بعد الفاصل، فساعات قليلة جدا يمكن أن ننامها في رمضان وتكون كافية، ولكن إذا اتبعنا هذه التعليمات. معكم بعد الفاصل في حياة وعبادة، وما زلنا مستمرين. عدنا معكم بعد الفاصل، وكيف يمكن أن تكون هذه الدقائق القليلة من المشي ساحرة جدا في مفعولها، ليس فقط على الصحة وكرياضة، وإنما أيضا على النوم. دكتور مصطفى. نعم، احنا طالما نتكلم عن الساعة البيولوجية وعن النوم، لذلك هذا المشي بعد الإفطار وبعد صلاة التراويح يحقق أولا أن يستطيع الجسم أن يهضم كل ما تناوله في خلال الإفطار، وجبة الإفطار، ويدفع به إلى أن يكون يسترخي في النوم، بيحصل على نوم عميق. هنا النوم العميق هو الذي يريح الإنسان. نتكلم عن 7 ساعات اليوم في خلال الليل، ممكن 4 ساعات تذهب ما بين الإفطار وصلاة التراويح والرياضة، لا يزال لدينا متسع من الوقت 3 ساعات. هذه 3 ساعات إذا استطاع الإنسان أن يخلد إلى النوم العميق، هو يحصل على راحة كافية وجيدة. بعد السحور أيضا إذا ذهب إلى الصلاة في المسجد وهناك نوع من الحركة أيضا لمدة 10 دقائق 20 دقيقة، يكون قد مضى بعد السحور ما يقارب نصف ساعة أو ساعة، أيضا يستطيع أن ينام لمدة 3 ساعات قبل أن يذهب إلى الدوام، فنكون قد وصلنا إلى يعني 6 ساعات من النوم من الإفطار إلى الذهاب إلى العمل خلال اليوم. نتكلم عن يوم طويل، تأتي موضوع القيلولة. هذه القيلولة لمدة نصف ساعة تعطي جسم طاقة جديدة وحيوية ونشاط، يعني ننصح أيضا بالقيلولة، لكن لا ننصح أبدا بأن يكون النوم طويل طول النهار. النوم الطويل يؤدي إلى الخمول. طالما نتكلم عن الساعة البيولوجية، نكون قد حافظنا على ساعة بيولوجية متزنة قريبة من الساعة البيولوجية التي كنا معتادين عليها أغلبنا. الساعة البيولوجية عندهم يعني يبدأ النوم الساعة 12 الساعة حتى السادسة. إذا نمنا 3 ساعات قبل السحور وساعتين بعد السحور، 2 أو 3 ساعات حسب طبيعة ووضع الشخص، 6 ساعات ونصف ساعة بعد العصر، نكون قد حصلنا إلى 6 ساعات أو 7 ساعات أيضا من النوم. هذه الساعة البيولوجية في شهر رمضان تكون كافية. يعني إذن دكتور الساعات، إن كان النوم نوم عميق، الساعات حتى وإن كانت متقطعة على مدار اليوم، يعني تحسب بمجملها كأنها ساعات مجملة قد نمها الشخص على يعني على اتصالها. إذن حتى وإن فرقت، ولكن الفائدة من هذه الساعات المتفرقة إن كانت بعمق هي نفس الفائدة. صحيح. طبعا يعني اليوم نحن قلنا 6 ساعات 7 ساعات، لكن أحيانا هذه النصف ساعة أو 10 دقائق نوم القيلولة تعطي صراحة الإنسان نوع من الطاقة قد تعوض أو تعادل نوم 2 أو 3 ساعات. هي. فهي مهمة أيضا جدا. هي. إذا تحدثنا عن الساعة البيولوجية وكيف يمكن أن توفق حياتك وفق ممارسة هذه العبادات في الشهر الذي لا يتكرر في العام ولا يأتي سوى مرة واحدة، ولكن قد تكون هناك أو قيل أن هناك تأثيرات إذا لم تتزن الساعة البيولوجية للإنسان، وإذا لم يمارس حياته بشكل منتظم على الوزن أيضا وعلى الصحة. هناك ناس تعاني من البدانة، هناك ناس تعاني من النحافة، ويقال أن
عدم النوم المنتظم أو قلته أو زيادته لمن ينام على طول ساعات النهار قد يؤثر أيضا في الوزن، هل هذه معلومة صحيحة دكتور؟ صحيح، اليوم النوم القليل يؤدي إلى فتح الشهية، يزيد الشهية ويؤدي إلى البدانة. الذين يسهرون أو الذين يعانون من القلق في النوم يتناولون الطعام في ساعات الليل، وهذا يؤدي إلى البدانة. لكن الساعة البيولوجية هي الإنسان يستطيع تغيير ساعة البيولوجية أو ينظم حاجة الجسم إلى النوم. إذا الإنسان ينام الساعة 11 لمدة يعني أسبوعين أو ثلاث ساعات، فالجسم يعتاد على أنه يريد أن يذهب إلى النوم في الساعة 11. هناك بعض الناس الذين يعملون ساعات متأخرة، مثلا لا ينامون حتى الساعة الثانية، وإن كان هذا خطأ لكن الجسم يعتاد على أنه يستطيع أن يبقى يقظا حتى الساعة الثانية، وحتى الساعة الثانية بالليل يحتاج إلى النوم. فالإنسان عندما إذا استمر على نوع من يعني الروتين لمدة أسبوع أو أسبوعين فيعتاد الجسم، يصبح قاعدة ويعتاد الجسم عليه. خلال شهر رمضان الأسبوع الأول يمكن أن ننظم هذه الساعة البيولوجية كما قلنا، وهي هذه الساعات كافية. ونحن نتكلم عن شهر رمضان شهر تعبدي، لذلك حتى النوم يجب أن نحوله إلى نوع من العبادة. هذه الساعات القليلة يعني نجعلها من أجل الاستيقاظ وممارسة الصيام والطاعة والعبادة. رائع جدا دكتور. الأطفال والأعمار المختلفة، يعني الأطفال نعودهم على السحور في الشهر الفضيل، هل الأعمار المختلفة تلتزم أيضا ساعات مختلفة من النوم؟ طبعا، يعني وبالنسبة للأطفال يعني هذا مهم جدا أنه يعتادون على، يعني حتى أنا برأيي يعني حتى الطفل الذي لا يصوم يعني أو يكون هناك نحن نعلم أولادنا الصيام بالتدريج، يعني ربما يصوم نصف نهار أو يصوم للعصر من أجل أن يعتاد. جميل جدا أن يستيقظ الطفل، أنا برأيي الشخصي طبعا هذا، يعني أن يستيقظ الطفل ويشعر أن هناك سحور وهناك أهل يقومون من أجل استعداد للسحور ويتناول السحور، والأفضل أن يذهب الأطفال مع أولاد أبائهم إلى المساجد فيعتاد إلى العبادة في شهر رمضان. ولدينا يعني حديث شريف يقول يعني يشيب المرء على ما شب عليه، فإذا يعني شب الأطفال على هذه النوع من العادات فإنهم في المستقبل عندما يكبرون لا يشعرون بصعوبة يعني الصيام، بينما يعني يكون يشعرون بالسعادة وأن عندما يصومون لأنهم اعتادوا على هذه العبادة من الداخل يعني وتقبلوها وهم أطفال. وتصبح أيضا لعادات الشهر الفضيل ذكريات خاصة جدا لدى الأطفال، وجميعنا يحتاج إليها عندما نكبر ويصبح لديه فرحة أخرى لديهم، فلمة العائلة كما نقول، وأيضا الاستيقاظ للسحور والتجمع على الفطار في وجبة واحدة، أشياء كلها رائعة جدا. كان حديث خاص حول ضبط الساعة البيولوجية مع ضيفنا العزيز الدكتور مصطفى حامد أولو المتخصص في الأمراض الباطنية. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. ولكل مشاهدينا غدا نلتقي وحلقة جديدة وعبادة وحياة. إلى اللقاء.